معنا بالحلقة وكنا نتمنى تضلك أكثر، بس ليش ستيفاني سالم؟ تحية لستيفاني سالم. ستيفاني صليبة. بتعرفي ليه؟ لأنه عم أعمل على الإنستغرام وعملت لايك لستيفاني سالم على كم صورة. ستيفاني يعني ما لحقت تغزل فيك من على دينتي ومن الحضور ومن الجمهور. شكرا لوجودك معنا. نتمنى لك كل النجاح بكارما اللي دوري كثير رح يكون مركب وصعب، ورح نتركه للجمهور حتى يكتشفوا. ليلي بعدك تاخذي فوكسي تنيمي؟ ايه خلص خلص، اليوم تعب كثير، عمل كثير افورت وتعرف على كثير ناس. اهلا، صار لازم يرجع كثير لك. دكتور دونالد توماس، ثانك يو سو ماتش فور بينج اور جيست تو نايت، اند از اي تولد يو بيفور، هوبفلي يو ويل كم اجين تو لبنان اند اجين تو توك اوف ذا تاون. اي بروميس ايل دو ذات، اي لوك فورورد تو ات. اوكي، اند دونت فورجيت تو تيك سمثينج فور مسز توماس. ماي وايف ويل بي ريمايندينج مي. اي ويل بي اونورد تو دريس فروم امل ازهر از كونكت. Thank you so much. You're welcome. Thank you. مصطفى خاني، وختامها مسك معك، يعني مع المشاهدين اللي ناطرينك واللي متشوقين حتى يشوفوك بحديث البلد. السوشيال ميديا ولعت وبدهم يشوفوا النمس بحديث البلد، ونشوفه جحدر، وبدهم يشوفوا الواوي، وبدهم يشوفوا كل هالشخصيات، وبدهم يشوفوا اهم شيء شخصيتك الحقيقيه اللي الكل بيتغزلوا فيها. ميرسي. مصطفى الخاني او ابو ليلى مثل ما الكل بيعرفك، انت احد ابرز الممثلين السوريين، نلت جوائز وتكريمات عديده ولا تحصى، وحققت نجوميتك بفضل اجتهادك وادائك الاستثنائي لكاركترات لاقت نجاح كبير بالعالم العربي، ومن ابرزها نمس بمسلسل باب الحاره. وانت ايضا ضيفنا الليله بعد عودتك من السويد وتكريمك الى جانب نجوم عالميين بحضور حوالي 50,000 شخص، من ضمن مبادره خيريه لدعم ارامل وايتام سوريا المتضررين من الحرب. والجدير بالذكر انه رغم لسقيع، جمهورك كان بالمئات ناطرك اكثر من ساعه برا لحتى تظهر، واصريت بالرغم من تنبيه الشرطه السويديه لك انك تضل وتتصور معهم. اذا فينا نشوف الصوره السيلفي لمصطفى خاني مع هالجمهور. لا، هيدي الصوره بعدين، هيدي صوره الجامعه، بدنا نشوف السيلفي مع جمهوره اللي اخذتها معهم. هيها هيدي هيدا بالسويد، هيدا بالسويد، هيدا بالسويد. وأصلاً لحتى قدرت تظهر ما قدرت تظهر بدون مساعدة الشرطة السويدية، يعني بالآخر يعني شو بتحس تجاه هالمحبة وهالإقبال عليك من الناس؟ وين ما رحت؟ أول شيء سعد مساكم، مساء متابعينا والجمهور، ومساء جمهور حديث. تسلم تسلم. أكيد هي المحبة، يعني عن جد أنا وقت بنتفاجأ بهيك محبة كبيرة ما فينا إلا تكون مسؤولية أكبر. يعني اللحظات اللي بعد الحفل اللي صار، كانت درجات الحرارة بالسويد بستوكهولم تحت الصفر، بقيوا أكثر من ساعة الناس ناطرة برا، فعم بيقولوا لي إنه ما لازم تطلع، ما قلت لهم لا لازم أطلع، والناس هي اللي باقية تحت الصفر بهي البرد عيب ما نطلع نسلم عليهم، فطلعت. يعني ما كانوا ناطرين، مجمدين. كان بعود على ايه كانوا هيك فكرتهم ناطرين. عن جد دفاهم دفى المحبه، نسانا البرد. بيسعدني كان هذا الشيء، وقلت لهم
يعني يمكن اي شيء فينا الواحد يلعب فيه ويغير بجائزه بما بعرف شو من تحت الطاوله الا محبه الناس، هي مستحيل يقدر الواحد يزورها، مستحيل يقدر، وخاصه الاطفال وخاصه هي العفويه طبعا. من المحبه ما بنقدر الا نبادلها بمحبه اكثر، ووعد انه نحاول نقدم ان شاء الله يا رب نقدر يعطينا الطاقه نقدم سويت اعمال بالمستقبل مثل ما بيتمنوا يا رب. على كل حال انا بدي اقول انه هالمشهد يعني تكرر معك عده مرات من الصالحيه، يمكن اللي ما بتقدر تفوت عليها لانه كلهم بيطبوا أول عليك مرة بالصالحيه بالشام للعراق للكويت لدبي، يعني وين ما بتروح بيكون هالرده الفعل عليك، يعني الله يكون بعونك يعني عن جد ما تقول ابدا. مصطفى الخاني هالتكريم حصل بملعب ستوكهولم الرئيسي فريندز ارينا وشارك فيه اكثر من 30 نجم من العالم منهم عربيا ابن بلدك نصيف زيتون صديقي وعالميا صح وعالميا الممثله ايفا لونغوريا كمان، واشعلت المدرجات لما غنيت لعيونك يا شام. نسمعها بنرجع بنحكي عنها. يلا يلا. لعيونك والله يا شام، لعيونك يرخص الغالي، لعيونك يرخص الغالي، لعيونك ابني ومالي، ولعيونك ابني ومالي، هالأغنية يعني اللي أخذت رواج كبير، وخصوصا أنك صورتها بأجواء بتشبه أجواء باب الحارة وهي من ألحانك وكلماتك. مصطفى الخاني أنت مواليد حما سنة 79، نشأت بعائلة إقطاعية بتتألف من 8 أولاد، ولهالسبب ولما قررت تنضم للمعهد العالي للفنون المسرحية لقيت يا لطيف يعني بيكون وقتها اعتراض كبير من الأقارب والأهل باستثناء والدتك سيدة ليلى الله يرحمها اللي دعمتك ولتيمنا فيها لقبت من صغرك بأبو ليلى. ولما طلعت الأول على دفعتك بالسنة الأولى راحت أحلام العائلة أنه ما يمشي حالك وأنك أنت تغير رأيك وتترك التمثيل، واضطروا أنهم يتماشوا مع الوضع. هالصورة هاي اللي عم نشوفها هيدي اخذت بكاميرتك صحيح، انت معروف انه كنت ما تروح ولا تجي بلا الكاميرا بوقتها ما في موبايل وكاميرا موبايل صح. فكان دائما كان عندي هوايه التصوير مضبوط. بديت تخبرني عنها لانه بهالصوره رح يشوفوا المشاهدين شباب من دفعتك صاروا نجوم اليوم يمكن ما يتعرفوا عليهم اذا لحالهم لانه تغيرت ملامحهم من وقت تمام. اول واحد ميشيل ابو سليم عفوا عفوا شيل ابو سليمة بينبسط بينبسط اذا خريج ال 79 بيطير عقله هو بعد ما هي انا 81 81 عم تكبرك كبرني بحب اكبر شوي. اول واحد على اليمين طبعا هي اكثر من دفعه بس نحن كنا مع بعض بنفس الوقت قصي لا اول واحد على اليمين تيم جنبه انا جنبه قصي خولي تحته وائل شرف اللي عمل معتز بباب الحاره جنبه علاء الزعبي اللي عمل خاطر كمان بباب الحارة فوق إبراهيم عيسى سامر معن عبد الحق تحت حاطين دائرة باسل الخياط على اليمين مغلق وكيناس سالم كمان يعني. بيان بس خياط هون لا ده أبو البيت وعلى اليمين مين قلت آخر على جنب باسل الخياط مو من مو معنا مو من رفقاتنا اللي اللي على يمينه يعني مو من المعهد اللي على يمينه كيناس سالم كمان من دفعتنا يعني كلهم صاروا اليوم مشهورين ونجوم هلا هو كلنا دفعة واحدة ما عدا باسل وقصي كانوا أكبر منا هن الأفانتاج عندهم بسوريا انه عندهم معهد التعليم العالي اللي نحن ما عندنا اياه بلبنان، هن عندهم معهد بس للتمثيل صح مش مثل ما نحن بنحمل 400 بطيخه بالجامعه تمام. مثلا تمام لا انتم عندكم اختصاص بس تمثيل مزبوط وحقيقة. 4 سنين بندرس في المعهد العالي في الفنون المسرحيه احد اقسامه بفوت الشخص من السنه الاولى للرابعه 4 سنين تمثيل هذا الافانتاج عندهم اكثر من لبنان بيطلع عن جد محترف وبيبلش بلشوا بالتمثيل وبالمسرحيات يعني بشكل مكثف على كل حال كان لك كثير مسرحيات يعني باول انطلاقتك ابتداء من الجامعه كنت اقدم كل سنه مسرحيه لمده 10 سنين تقريبا لل 2008 2009
9 كانت اخر دور قدمت الدونكي شوت مع الاستاذ مانويل جيجي. يعني ومعروف انه المسرحيه هي اذا بدك يعني تدريب المغاوير للتمثيل، المحك يعني الحقيقي، يعني المحك الحقيقي. صح. ابو ليلى، من سنه 2000 لليوم شاركت وبرزت بعده اعمال، ابتداء من الزير سالم وصلاح الدين الايوبي، وصولا لحمام شامي، حرائر، ما ملكت ايمانكم، جبران خليل جبران، اخر خبر، باب الحاره، وكثير غيره. وعلى سيره باب الحاره، هلا كبستا بتكون ذكروني بالرقم تبعولا على 26. الرقبة شدادة، والعين بالدمع، نضالي مدادة، والراس بالقلب، والحطب باللادي. ما بفكرك منى وكل متابعين حديث في البلد. والرقبة سدادة لعيونكم. تسلم. يعني غريب تعلقك، لان انا بقى ابني مثلا ليلى بس عرف انك هون، هو مسافر عم بيدرس برا، قال لي قاعد ناطر مصطفى الخان. يا حبيبي يسعد اوقاتك، مساء الخير. اسمه ايمن اذا هاي ايمن. بتقول له مصطفى الخاني، انت من النجوم اللي كان موقفهم واضح من بدايه الازمه بسوريا، وهو البقاء بدمشق ودعم الدوله والمؤسسات. اليوم شو موقفك من منع الممثله سيرين عبد النور، يعني اللغط اللي صار من دخول سوريا على خلفيه زيارتها مخيم للاجئين السوريين؟ في ناس قالوا هيدا السبب، في ناس قالوا هيدا السبب زائد انه أجر العالي اللي اعترض عليه بعض الفنانين. على كل حال رجعت اصطلحت الاحوال، بس بنحب نعرف موقفك من هالموضوع. هلا اول شيء طبيعي الواحد يبقى ببلده، وقت بلده بيتعرض لمشكل او ل حرب او يعني او هذا بطولة هذا طبيعي، انا برايي هذا الطبيعي. يعني اذا بطولة هلا في 20 مليون بطل بسوريا صامدين وباقيين، كل اهل سوريا ابطال وبدهم عن جد زقفة كثير كثير. يعني اذا كل شعب بفل وقت بصير حرب بلده، ما بيبقى حدا باي بلد بالدنيا. اكيد، بس انه اليوم تحسب اكثر للفنان اللي عنده امكانيه التحرك. اكيد، يعني يمكن أكيد. يعني اكيد في ناس بقوا عن اختيار، بس في ناس بقوا لانه مجبورين. صحيح. فانت اليوم وقتها بتقدر تقعد بدبي او تقعد بلبنان، تحسب لك يعني بزياده انه انت قاعد عن قرار ومش عن يعني عدم قدره على التحرك. تمام، انا مثلي مثل ملايين بقيوا بسوريا وعم بيدافعوا من عملهم ومن مكانهم عن وجود سوريا يلي كان واللي رح يبقى ان شاء الله عبر التاريخ. بالنسبه لتفضلتي عنه، بالنسبه لسيرين، بعتقد يعني زوبعه اعلاميه، ما انا اعتقد، يعني انا ما عندي معلومات دقيقه، بس بعتقد مو كثير صحيح الشيء اللي صار، وانما صار ضجه اعلاميه حول الموضوع انه منعت من سوريا. ولو منعت ما كنا هلا، كانت سيرين اليوم بالشام، واول امبارح كانت مع السيد وزير الاعلام بحفل تكريم الدراما السوريه، و كانت يعني بين النجوم السوريين. وبالعكس انت شخصيا مع فكره انه اذا حدا زار المخيمات يكون باند من الدخول؟ يعني المخيمات مش معناتها المعارضه، او عشان هيك انا عم بقول ما بعتقد هذا السبب. لو هذا السبب، يعني لو انه في اسباب سياسيه، ما كانت هلا سيرين بالشام. فبعتقد ما اثير بالاعلام حول هذا الموضوع. لغط، اعتقد هذا الشيء لغط. وشي قالوا انه لان لبنانيه، بالعكس هلا هو شوي نقيب الممثلين يعني سب شوي هالهيدا، يعني نفى، طلعوا بيان بالنقابه نفى انه منعت سبق، منعت او منعت سيرين من يعني قال هذا الشيء. على كل حال ليك سيرين، بعد يلي حكيته ليلى شو عم بتقول لك؟ قلبك الي، روحك الي، لو تطلب مني الشمس رح الا انزلي، حبك يا مهذب يا رايق بالبيت مربى. من إلا زينتي الشام. قلت لك حبك يا مهذب يا رايق بالبيت مربى. مصطفى خاني، من هواياتك ركوب الخيل، وبدنا نشوف لك صورة مع الخيل. كنت صغير، قد كان عمرك بهالصورة؟ هي بعتقد بالإعدادي، بالتاسع تامن هيك شيء يمكن. كنت مهر، كنت بعدني مهر. في مهرة على كل حال بالصورة. وبتقول إنه عندكم بالعائلة بتعلموا ركوب الخيل قبل ما يتعلموا المشي. مزبوط، لأنه عندكم أصلاً مزرعة بحما فيها خيول، وبدي أقول إنه الخيل الخاصة فيك حصلت كذا مرة على لقب ملكة جمال الخيول. صحيح، الحصان حصل على ملك جمال، الفرس هي اسمها بطة، هي أخذت وصيفة ملكة جمال الإناث، يعني أما هو أكيد مش بس بالشكل، أكيد الأسئلة الذكية كمان جاوبت. إيه الأخلاق، شوف الأخلاق تتعرف عليه.
يعني بتعرف لانه اليوم ما بياخذوا بس على الشكل، بياخذوا على الذكاء وعلى الاجوبه وسرعه البديهه. عندها سرعه بديهه كثير على فكره، بعرف مبينه يعني. أبو ليلى، بالإضافة لتدريسك التمثيل بعدة معاهد وجامعات من الإيو بلبنان، أنت ناشط على الصعيد الخيري وحملات التوعية، وسبق وأطلقت حملة يداً بيد لوطن خال من السلو، اللي صارت يداً بيد لبلاد خالية من السلو، ونحن يعني بدنا نهنيك على هالشي، ونتمنى لسوريا وأهلها بمختلف انتماءاتهم كل الخير والسلام. بدي أقول أنه أنت عن قريب رح تمثل بفيلم من المخرج الإيراني المعروف إبراهيمي حاتمي كيا، وبتأدي فيه دور مخرج بتنظيم داعش، بيصور عملياته الدموية، مع العلم أنك سبق ولعبت مع نجدة إسماعيل أنزور دور قيادة بالقاعدة بمسلسل ما ملكت أيمانكم. يعني اليوم في ناس كتير بيتأبوا أو بيتحاشوا أنه يدخلوا بهيك أدوار فيها تطرف، لأنه بيقولوا بيخافوا من ردود فعل عنيفة، بيخافوا على حياتهم، بيخافوا من سجالات يمكن. أنت اليوم ما بتحسب حساب، يعني بتتجرأ على هيدول الأمور، ما بتحسب لهم حساب؟ يعني بعتقد أنا واحد من كثيرين من الممثلين السوريين اللي عم يعملوا هيك أدوار بالسنوات الأخيرة. تمثيل بالنهاية، تمثيل تمثيل. ثانيا هذا واجب، إذا الممثل ما بده يقدم هيك أدوار والإعلام ما بده يحكوا عن هيك مصيبة اللي هي التطرف، والجندي ما بده يدافع عن بلده حول هذا الشيء، معناته بنترك التطرف يسود بالأخير. لا، أديان الإسلام والمسيحية وجميع الأديان ما بتدعو لا للقتل ولا لهذا الشيء البشع يلي للأسف عم نشوفه بمناطقنا. الدين أرحم من هيك، وواجبنا كل واحد من مكانه أنه يقدم ما يستطيع أن يقدمه، أنه يقدم دوره، أنه يشتغل الشيء. يعني إذا أنا بدي أهرب وبالأخير سوري، لنفرض الشخص مثل ما قلتي انه صار له شيء او انأذى او شو حيصير، حيموت، وبالاخير حنموت. يعني هي مره بالعمر، يعني هذا نوع من الجرأه، مثل الجرأه انك تضلك بسوريا. انا بدي اقول ابراهيم خاني، انه مصطفى خاني، انه انت قدرت تتميز بادوار ما كان فيها بطولات، ما كان فيها غرام، ما كان فيها مجد، ما كان فيها انجازات، قدرت تتميز بادوار مركبه، وهذا يحسب لك يعني بشكل كبير. او بهالأدوار كنت تابع، أوقات كنت جاسوس، أوقات كنت بوشين، وقدروا الناس يحبوك، فهيدا يعني بعتقد إنجاز كتير كبير، ويتأثروا بهالشخصيات اللي مش دايما هي إذا بدك الشخصيات المثالية يعني اللي نحن بعتقد هذا الأصعب، وهذا الشيء اللي بالنسبة لي متعة. يعني ستانسلافسكي بيقول التمثيل هو أن تلعب بمتعة الطفل وبعفوية الطفل. أنا بفوت على التمثيل لألعب، لأنبسط، لأقدم شيء وجهة نظري حاليا بهذا العمر بالتمثيل، اللي هي الشيء اللي تفضلتي عليه. يمكن هذا، وأنا بقدم كل سنة عمل أو عملين من وقت جديد، فيمكن هذا بيأخر الشخص ليوصل للشهرة. والسنة عمل واحد بس باب الحارة، الجزء التاسع. بس بالأخير المهم أنه نوصل للي بدنا إياه. يعني كونفوشيوس بال 482 قبل الميلاد قال: ليس المهم السرعة التي تصل بها إلى هدفك، المهم ألا تتوقف. فالمهم نبقى عم نشتغل على الطريق يلي والهدف بخطوات ثابتة وبخطوات عم بتعلم. تمام، هيدا وهيدا أهم شيء، هذا اللي بنحاول يعني، فإن شاء الله. والشغل بمتعة الطفل أحلى شيء بالعالم يعني. بتحس البراءة يعني بتكون من قلبك عم بكير. بالضبط، يعني نحن الليله كنا محظوظين باستضافتك، على امل انه نستضيفك بحلقات ثانيه. انت فنان شامل غناء وكتابه، وانت شاركت بكتابه باب الحاره الجزء الاخير. عفوا ما سمعت. شاركت بكتابه باب الحاره الجزء الاخير، ف يعني عن جد مثال للفنان. للتدقيق، مو شاركت بكتابه باب الحاره، شاركت بكتابه او بتطوير شخصيه شخصيتي. نعم. سواء الجزء الاخير والازاء النمس اللي راح يصير الواوي، النمس لا والواوي، هن الشخصيتين الموجودين. فانا مع طبعا باشراف الاستاذ بسام الملا، نوجه له تحيه، برايه الممثل كون مر على المسلسل اكثر من كاتب، فالممثل هو اقدر على تطوير الشخصيه بالشراكه مع الكاتب باشراف المخرج الاستاذ بسام الملا والاستاذ ناجي طعمي، لنوصل لنتيجة أفضل. يعني كلنا بانتظار كل أعمالك القادمة. شكرا، وشكرا لوجودك معنا، وكنت مسك الختام بهالحلقة. وهيك بتكون حلقتنا الممتعة لهالليلة انتهت، وضيوفنا لهالليلة كانوا
وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي، الفنانة ستيفاني صليبا، رائد الفضاء الدكتور دونالد توماس، الرسامة ماجدة شعبان، الممثلة اللبنانية المصممة اللبنانية سوبر اوريجينال أمل أزهري، والممثل الرائع والمتمكن مصطفى خاني. تصبحوا على ألف خير، ملتقانا الأسبوع المقبل بنفس الوقت، انتظرونا.